نبلش اول تشابتر. قلنا زي ما حكينا المحاضره الماضيه الكتاب المطلوب هو كرافتنج ا كومبايلر. كرافتنج ايش يعني كرافتنج يا شباب؟ ايش يعني كرافتنج بالعربي؟ كرافتنج يعني صياغه. انا بصيغ كومبايلر او صناعه، نفس المعنى، بعمل صياغه او صناعه على ايش؟ لا الكومبايلر. طيب زي ما حكينا المحاضرة الماضية الكومبايلر مسبقاً كانوا يسموها ترانسليترز، اللي هي بتعمل تحويل من Human Oriented Programming Language. Human Oriented إيش يعني؟ يعني High Level Languages. لإيش؟ لكمبيوتر اورينتد، يعني ماشين لانجويجز. اذا كومبايلر تخيله كبلاك بوكس، بدخل له، احنا هيك بنتخيله. احنا هلا لما نكتب برنامج الجافا نكبس اف 5 يطلع لي ماشين كود ويعمل ران، تمام، بشوفه كبلاك بوكس، بس ايش اللي بصير جوا هي اللي احنا نتعلمه بهاي الماده. كومبايلر ار فاندمنتال تو مودرن كومبيوتينج. ايش يعني مودرن كومبيوتينج؟ ايش يعني مودرن كومبيوتينج؟ ايش يعني كومبيوتينج؟ بسموها الحوسبه الحديثه. الحوسبه الحديثه اللي هي البرمجه، يعني تمام، صناعه البرامج. هلا الكومبايلر شيء اساسي في صناعه البرامج. ليش؟ لانه اي برنامج بدك تصنعه بدك تكتب له كود، واي كود بدك تكتبه بده كومبايلر. فالكومبايلر شيء اساسي في عمليه صناعه البرامج للحوسبه الحديثه. دي اكت از، بيمثل الكومبايلر كايش؟ كمترجم. بيعمل عمليه تحويل زي ما حكينا من هيومن اورينتد بروجرامينج لانجويجز ليش الكمبيوتر اورينتد ماشين لانجويجز. طبعا البرنامج اللي بده يدخل على الكومبايلر بنسميه سورس، والاوتبوت بنسميه تارجت. نعرف هاي المصطلحات. اذا سورس والاوتبوت تبع الكومبايلر هو التارجت، عاده بيكون ماشين لانجويج. زي ما حكينا المحاضره الماضيه اول كوميرشال كومبايلر كان الفورتران تقريبا عام 1957 اول كوميرشال كومبايلر كان الفورتران، كومبايلر متكامل. بقول لي هلا طبعا هذا اخذ وقت طويل في صناعته، حاليا نقدر نعمل كومبايلر باشهر قليله بسبب وجود شيء اسمه كومبايلر جينيريتر. الكومبايلر جينيريترز ما بتخليك تكتب كود كتير. يعني على سبيل المثال عشان تعمل سكانر بالمرحله الاولى بعطيه ريجولار اكسبريشن عشان امثل التوكنز. يعني التوكنز اللي عندي باللغه اللي انا بدي اعملها بحددها بريجولار اكسبريشن. اذا انا بعرف اكتب ريجولار اكسبريشن صح كل سهوله بعطيها لايش؟ للسكانر جينيريتر، بيعمل لي سكانر. عشان اعمل بارزر نفس الشيء بحدد له كونتكست فري جرامر لقواعد الجمل اللي انا بدي اياها، بس بعطيه الكونتكست فري جرامر هو بيكتب لي الكود. فهي بسموها كومبايلر جينيريترز اللي هي بتصنع لي كومبايلر. فانا بس اقدر اعمل تحديد للسبيسيفيكيشن تاع اللانجوج اللي انا بدي اسويها. عمليه صياغه وصناعه الكومبايلر بتصير عمليه سهله بسبب وجود الكومبايلر جينيريترز اللي بتسهل علي عملية كتابة الكود تبع هذا الكومبايلر. لكن ستيل عملية صياغة وصناعة efficient and reliable كومبايلر. ايش يعني efficient شباب؟ ايش يعني الكومبايلر يكون efficient؟ يا شباب يعني بشتغل منيح، كنت بعمل شغله.
هلا كلمة بيشتغل منيح مبهمة، ايش قصدك بالمنيح؟ هلا efficient يعني فعال، efficient يعني سريع، efficient يعني باخذش تايم كثير، تمام؟ اذا efficient يعني كأني عم بحكي عن speed، دائما لما احكي عن efficiency و space. انا بدي اطلع كومبايلر لما اعمل F5 ويعمل كومبايليشن ما ياخذ ساعة، هو يحول لي السورس كود لماشين كود، بديها سريع صح؟ تمام؟ وما ياخذ كتير سايز بالميموري عندي، بالتالي ما اقدر انفذه على جهاز عادي، بدي جهاز كتير متطور او سبيس تاعه كبير عشان اقدر ايش اعمل له، ايش اخزنه عندي على سبيل المثال او ارفعه على الميموري. يعني الكومبايلر لازم يكون افيشنت في نفس الوقت، غير انه هو لازم يكون سريع ما ياخذ سبيس كتير، الاوتبوت اللي بيطلعه تمام يكون افيشنت، يطلع لي كود سريع. يعني شباب هلا قبل الكومبايلر زمان كيف كانت البرمجه؟ ايش كانوا يبرمجوا الناس؟ يعني احنا حكينا الفورتران اول كوميرشال كومبايلر عام 1957، قبل 57 الناس ايش كانت تبرمج؟ ماشين كود. لا يعني بعد الماشين كود كانوا يكتبوا اسمبلي. كانوا يستخدموا الاسمبلي لانجويج. الاسمبلي لانجويج اسهل من ماشين كود. ماشين كود يعني انت بتكتب 01، هي اول ما بلشت كانت ماشين كود، بس بعدين صارت اسمبلي لانجويج. هلا الكومبايلر فعليا قبل ما يعمل ماشين كود بيطلع اسمبلي كود، يعني معظم الكومبايلرز بتطلع اسمبلي كود. لكن هلا سؤال، انت لما تيجي تكتب اسمبلي او تيجي تكتب برنامج تعمله بالاسمبلي وكنت انت محترف مبرمج محترف، او تكتب برنامج نفسه بالجافا والكومبايلر يحول لك اياه لاسمبلي، الكود اللي حيطلع more efficient اللي انت كتبته direct بالassembly ولا اللي الكومبايلر حول لك اياه لassembly؟ ايش رايكم في الموضوع؟ نفس الشيء دكتور مفروض. هلا based على الافيشنسي تاع الكومبايلر، ممكن الكومبايلر يعني هلا الكومبايلر لما يجي يحول جمله معينه ويكتبها بassembly اكيد عنده template معين، اذا في عندي هاي الجمله حولها لهذا الكود تاع الassembly صح؟ بس لما انت تيجي تكتب اسمبلي دايركت انت عندك ألف طريقة عشان تبني شغلة معينة صح ولا لا؟ يعني على سبيل المثال لما تيجي تعمل ملتيبليكيشن بالاسمبلي، هل انا بس بدي استخدم المال اعمل ملتيبليكيشن ولا في طرق تانية بالاسمبلي كيف نعمل ملتيبليكيشن؟ ممكن نكتب ممكن اعمل شيفت ليفت صح؟ لو انا عندي على سبيل المثال اكس بدي اضربها في 2، ممكن على سبيل المثال اخزن الاكس باحد الريجسترز واعمل مال 2 يضرب لي اعمل عمليه الضرب باستخدام المال، وممكن اخزن الاكس برضه بريجستر معين واعمل اللي هو شيفت ليفت، شيفت ليفت 2 او شيفت ليفت 1 على سبيل المثال بروح بضرب لي باثنين. هلا الشيفت ليفت اسرع بكثير من المال سيركت، واضح الفكره يا شباب؟ فانا لما اجي اكتب اسمبلي لانجويج داكلي وكنت مبرمج محترف اشي طبيعي اني اطلع كود مور افيشنت دان اللي بيطلع الكومبايلر. عشان هيك الكومبايلر في عنده اشي اسمه اوبتمايزر، قبل ما يروح يطلع لي الكود النهائي يحوله لماشين بيحاول يعمل اوبتمايزيشن. واضح الفكره يا شباب؟ فعمليه صياغه افيشنت كومبايلر يكون هو نفسه سريع وما ياخذ سبيس كتير ويطلع كود سريع تمام، هاي عمليه تشالنجينج. طيب النقطه الثانيه ريلايبل. ايش يعني ريلايبل؟ ايش يعني الكومبايلر اللي انا عم بعمله ريلايبل؟ انه إيش يعني دكتور يكون موثوق؟ موثوق، بس ايش يعني موثوق؟ يعني على ارض الواقع كيف انا بهذا الكومبايلر بثق فيه؟
انه يعطيني الاوتبوت الصحيح. احسنت، يعطيني الاوتبوت الصحيح. يعني على سبيل المثال انت دخلت له سورس بروجرام بيعمل عمليات معينه 1 2 3، المفروض هلا هو ايش بده يسوي؟ بده ياخذ البرنامج تبعك اللي اسمه A ويحوله لبرنامج ثاني بلغه ثانيه اسمه B. مفروض البرنامج B والبرنامج A exactly بعطوا نفس الاوتبوت، على نفس الانبوت لازم يعطوا نفس الاوتبوت. فاذا كان مطلع لي برنامج 100% مطابق للبرنامج اللي انا دخلت له عليه بيعمل نفس الفانكشناليتي لا اكثر ولا اقل exactly بكون reliable. فانا نفس الوقت عندي مشكله بين الافشنسي، قد ما بدي احاول يكون مور افشنت بدي احافظ على reliability بحيث ان انا اطلع شيء موثوق اللي هو يعطيني correct output. هلأ فكرة الكومبايلر مو فقط مطبقة على البروغرامينج لانجويجز، فكرة الكومبايلر موجودة في أماكن كتير ومستخدمة في تطبيقات كتير غير الكومبايلر غير بروغرامينج لانجويجز. يعني إحنا بندرسها عادة على البروغرامينج لانجويجز، لكن لو اطلعت على سبيل المثال كتير تطبيقات تمام بتلاقي فيها كومبايلر. ناخد على سبيل المثال ليتك، مين يسمع في الليتكس؟ ليتكس زي الوورد، كيف الوورد؟ بس ليتك تكتب كوماندز، عبارة عن تكست فورماتنج لانجويج تمام؟ يعني أنا ليتك مثلا اشتغلت عليه كتبت الثيسس تاعتي بالدكتوراه على ليتك، بدل ما تستخدم الوورد لا بتروح بفتح لك شاشة وبتكتب فيها كود. عشان على سبيل المثال اعمل تايتل بعطيه كوماند معين بقول له تايتل بين دبل كوت بعطيه تايتل، عشان اعمل شغله بولد بكتب له بولد، شحطه مثلا الى اخره، بفتح بين قوسين بحط الجمله اللي بدي اعملها بو الى لانجويج معين. هلا الليتك هات في كومبايلر باخذ الكود المكتوب وبيحوله على سبيل المثال لبي دي اف، طلع لي بي دي اف فايل تمام. هذا الاشي اللي بيسوي هيك عبارة عن كومبايلر. طيب ناخذ another example، سيليكون كومبايلر او بيسموه هاردوير كومبايلر، هاردوير كومبايلر. السيليكون كومبايلر او الهاردوير كومبايلر باخذ الانبوت تبعه عبارة عن hardware specification لبورد معين أو لسيركت معينة وبيعمل لي IC integrated circuit تمام. مرة السيليكون كومبايلر باخد عبارة عن hardware كومبايلر باخد hardware specification لإيش؟ بورد لمايكرو كنترولر تمام. أنت بتروح بتدخل عليه بتقول له بدي أعمل مايكرو كنترولر الانبوت تاعه هيك والاوتبوت تاعه هيك، بروح هو بيصنع لي اي سي الها نفس اللي بتاخذ. اذا اخذت نفس الانبوت اللي انت حددته بتعطيني الاوتبوت اللي انت بدك اياه، بروح ببني لي انتجريتد سيركت، ببني لي فيري لارج سكيل انتجريتد سيركت بسموه في ال اس اي. برضه هذه عباره عن كومبايلر اللي باخذ السبيسيفيكيشن وبيحولها لانتجريتد سيركت تمام. واضح يا شباب ايش هو سيليكون كومبايلر؟ Another example الكوماند لانجويج بالاوبريتنج سيستم. يعني على سبيل المثال لو انت فتحت السي ام دي عندك هون تقدر تكتب كوماندز عشان اعرض محتويات على سبيل المثال الفولدر هذا بقول له دي اي ار. هلا الدي اي ار هاي اللي انا كتبتها مين اللي استلمها مني وراح نفذها؟ كومبايلر خاص بالكوماند. مثلا بدي ارجع لورا بقول له مثلا سي دي وروح برجع لي للروتس. السي دي هاي سلاش عبارة عن كوماندز أنا بكتبها إيش؟ ب اللي هو دوس مثلا ديسك اوبريتنج سيستم إلها كومبايلر خاص. نفس الشيء اليونكس، اليونكس إله كومبايلر خاص فيه، لما أجي أكتب أنا شيل كوماندز ياخذ الكوماندز هاي اللي هو الـ terminal exactly.
هي فعليا عبارة عن كومبايلر. اوكي هلا الـ SQL الكويري لانجويج لغة الاستعلام هاي بالداتابيز نفس الشيء هي فعليا عبارة عن كومبايلر. الجملة اللي انت كتبتها جملة السيلكت جملة الانسرت جملة الابديت اللي انت بتكتبها بالـ SQL وبتروح بتحولها لماشين كود عشان تنفذها على الكمبيوتر. تمام هاي برضو هون عندي كومبايلر موجود في تطبيقات كتير عشان هيك الكومبايلر شيء حيوي شيء مهم جدا للحوسبة مستخدم في كل التطبيقات اللي انت بتستخدمها. طبعا زي ما حكينا وشفنا المحاضرة الماضية شفنا اليوم في بداية المحاضرة الكومبايلر بقسم الى قسمين رئيسيات front end and back end. الفرونت اند قلنا في سكانر او سميناه ليكسيكال بيعمل ليكسيكال اناليسز بيعمل سينتاكس اناليسز وبيعمل سيمانتيك اناليسز وبعمل كود جنريشن انترميديت بس نسميه كود انترميديت. كود جنريشن هذول المراحل كلهم نسميهم فرونت اند. فرونت اند فرونت اند باخذ السورس لانجويج السورس بروجرام وبطلع لي اي ار انترميديت ريبريزنتيشن. تمام انترميديت ريبريزنتيشن بتكون في لغه خاصه داخل الكومبايلر شيء انترنال للكومبايلر. تمام هاي العمليه اللي بسويها بسموها تحليل لانه باخذ السورس كود وبقعد يفكك فيه. لاحظوا باخذ السورس كود برنامج واحد بصير يفككوا لكلمات بعدين الكلمات بجمعها او بفككها وبعملها جمل ببني لي نودز بارز تري بعدين بيطلع لي ايش انترميديت ريبريزنتيشن. الباك اند بيعمل عمليه سينثيسز تجميع للشغلات اللي فككناها بالفرونت اند بجمعها وبيطلع لي تارجت كود ممكن تكون اسمبلي كود ممكن تكون ماشين كود بيزد على الكومبايلر. بعض الكومبايلر بتطلع اسمبلي وبعض الكومبايلر بتطلع ماشين. طبعا الكومبايلر اللي بتطلع اسمبلي كود ايش بدها كمان عشان تعمل رن للاسمبلي كود بدها انذر باس يعمل لي ايش اي شباب الكومبايلرز اللي بتطلع اسمبلي كود بدها انذر باس بدها اسمبلر يحول من الاسمبلي كود لماشين كود. واضح يا شباب؟ الو واضح اوكي قلنا الباك اند بيحتوي ايش الباك اند بارت ايش بيحتوي اسمبلي كود بتجمع من الفرونت اند بيعمل كود اوبتمايزيشن بيعمل اوبتمايزيشن وبيعمل ماشين كود جنريشن كود او بسموها تارجت كود. اوكي هلا كيف بنصنف الكومبايلر؟ بقول لي بنقدر ان نصنف نعمل ديستينجويش للكومبايلر ان تو ويز بطريقتين. الطريقه الاولى عن طريق نوع المشين كود
يعني كيف بدي اصنف الكومبايلر؟ تصنيف او الطريقه الاولى للتصنيف عن طريق نوع المشين كود اللي بيعمل الكومبايلر. اذا نوع kind of machine code. النوع الثاني الفورمات تبع التارجت كود. تمام؟ اذا التصنيف الاول عن طريق نوع المشين كود، والتصنيف الثاني عن طريق التنسيق تبع التارجت كود. لاحظ هون ما قال لي ماشين كود، هون قال لي ماشين كود. التارجت هون ممكن يكون ماشين او اسمبلي او اسمبلي، عشان هيك ما قال لي ماشين. طب احنا اتفقنا انه هون بيطلع لي ماشين، بس مش دائما بيطلع لي ماشين، حسب الكومبايلر. بعض الكومبايلر بيطلع ماشين وبعض الكومبايلر بيطلع اسمبلي. اوكي، وبعض الكومبايلر بيطلع لي على سبيل المثال بايت كود، بيطلع لي بايت كود زي الجافا. الجافا بيطلع لي بايت كود عباره عن ماشين كود لجافا شوال ماشين، هنحكي عنها كمان شوي. anyways المهم اختلفت كلمة target عن ماشين، لأنه هون لما أحكي عن format بحكي عن إنه ممكن الفورمات تكون assembly، ممكن الفورمات تكون ماشين، وإلها تصنيفين بالنسبة للفورمات. بالنسبة للkind هون فقط بنحكي عن ماشين. نحكي في الأول عن الkind of machine code. طيب هلا ايش انواع المشين كود اللي ممكن تطلع عندي؟ اول نوع من انواع المشين كود اللي ممكن يطلع عندي اللي هو بيور. ايش يعني بيور ماشين كود؟ ليس مو بيور، ايش يعني بيور بالعربي؟ بيور اللي هو معناته الاصلي من نفس ال يعني، مثلا ما يقول لك سوري يعني المثال انه كلب بيور من نفس الاب ونفس الام. يعني عليك بيور يعني نقي، ما في شيء زياده، نقي. طب ماشين كود كيف يعني نقي؟ احنا بنعرف شباب انه اي بروسيسور في الدنيا له شيء اسمه انستراكشن سيت، صح؟ هلا اي بروسيسور لاي كمبيوتر في الدنيا له شيء اسمه انستراكشن سيت. ايش هي الانستراكشن سيت يا شباب تاع البروسيسور؟ خطوها بالاسمبلي، ايش الانستركشن سيت تاع البروسيسور؟ هي مجموعه، تفضل، الانستركشنز اللي بينفذها السي بي يو. احسنت، هي الانستركشن اللي بفهمها البروسيسور هاد بس، هي فقط مجموعه الانستركشنز اللي بفهمها هذا البروسيسور وبعرف ينفذها. فكل كل بروسيسور في الدنيا له مجموعة instruction فقط بيعرف ينفذها. فإذا الكومبايلر بيطلع ماشين كود بتحتوي فقط على instruction من مجموعة instructions تبع البروسيسور، معناته هذا الكومبايلر بصنفه إنه بيطلع لي بيور ماشين كود. واضح؟ طب إيش ممكن instruction يكون فيها غير instruction تبع بروسيسور؟ ممكن يكون فيها استدعاء ل APIs، استدعاء ل library، استدعاء لكود أو لفانكشن بالoperating system. تمام؟ واضح؟ الإشي اللي ممكن يكون موجود إنه عملية كود ل library. إذا كان الكود اللي بيطلعه الكومبايلر في عملية استدعاء ل library، معناته هذا الكود اللي طلعه مش بيور. إذا كان في استدعاء لسبروتين بنظام التشغيل، معناته هذا الكود اللي طلعه مش بيور. طب أنا متى بستخدم هذا الكومبايلر اللي بيطلع لي بيور ماشين كود؟ بستخدمه إذا كان الكود تبعي بده ينعمل له ران على هاردوير بدون ما يكون هذا الهاردوير عليه أي سوفتوير آخر. يعني على سبيل المثال لو انت بتبرمج مايكرو كنترولر،
انت هتستخدم هتتعامل فقط مع هاردوير، فالكود اللي بده يطلع معاك بيور فقط بيفهمه هذا المايكرو كنترولر، واضح؟ لانه ما عليه نظام تشغيل. لو انت بتبني باوبريتنج سيستم، انا عم ببني بنظام تشغيل، الكومبايلر اللي بده يعمل كومبايل للبرنامج تاع نظام التشغيل لازم يطلع لي بيور ماشين كود، واضح؟ يعني بشكل عام لو انا بكتب سيستم بروجرامينج، عارفين شو يعني سيستم بروجرامينج؟ يعني عم ببرمج، بكتب برنامج عشان يشتغل على السيستم مباشره، يتعامل مع هاردوير دايركت، واضح؟ فبقول لي ان الكومبايلر may generate code for a particular machine instruction set without assuming the existence of any operating system or library routines. يعني الكود اللي بيطلعه فقط بيحتوي على instruction تابع لمشين معين، هاي المشين مباشرة بتنفذ هاي الinstructions بدون ما تضطر انها تعمل كول لايش؟ للايبراري موجود كاي بي اي بالران تايم تاع اللانجويج، او كلايبراري موجود بنظام التشغيل. ما بفرق وجود اي نظام تشغيل او ران تايم سيستم. عارفين شو يعني ران تايم سيستم؟ انت على سبيل المثال عشان تشغل برنامج على سبيل المثال دوت نت عندك على الجهاز، على الاقل لازم يكون نازل عندك على الجهاز ايش هو؟ الران تايم تاع دوت نت. ليش؟ لانه الران تايم تاع دوت نت في مجموعه لايبرز اللي ممكن البرنامج هذا اللي بدك تشغله يستدعيها. واضح يا شباب اللي بحكي فيه؟ شيء لو انت بدك تنفذ برنامج جافا عندك على الجهاز، ايش لازم يكون نازل عندك على الجهاز؟ ما بدك تكتب برنامج جافا، بدك تنفذ برنامج جافا، عندك بايت كود وبدك تنفذه على الجهاز، بدك تعمله ران، ايش بيلزمك؟ لازم يكون عند اللايبراري تبعت الجافا. بيلزمني جافا فيرتشوال ماشين. بيلزمني يكون نازل جافا فيرتشوال ماشين. واضح؟ البيور لا، البيور انت تحطه على الهاردوير بيشتغل، لا نظام تشغيل ولا ران تايم ولا اي لايبراري، لانه يحتوي فقط على instructions تابعين لهذا البروسيسور. هلا بقول لي pure machine code is used in compilers for system implementation languages. ايش يعني system implementation؟ يعني اللغات اللي بتبني انظمه، هاي الانظمه بتتعامل مع هاردوير مباشره، which are for implementing operating system. اذا السيستم امبلمنتيشن لانجويج تستخدم لبناء انظمه التشغيل. لو انا هلا بدي ابني نظام تشغيل، نظام التشغيل لما انزله على الجهاز ما بفترض انه في نظام تشغيل ثاني بده يشغله، هو نظام التشغيل، هو بده يتعامل مع الهاردوير دايركت، فبالتالي لازم كود الماشين كود تبع نظام التشغيل يكون بيور. او بالامبيدد ابلكيشن، ايش يعني شباب؟ مين يعطيني مثال على embedded application؟ ايش يعني embedded application يا شباب؟ يعني بتكون موجوده اصلا، ما بتضطر تحتاج للتنزيل. يعني اعطيني مثال على embedded application. ما هو يعني على سبيل المثال embedded application زي على سبيل المثال البرامج اللي بتنزل على الثلاجة والغسالة والفرن إلى آخره، أوكي؟ السمارت فونز، هاي بسموها إيش؟ embedded تطبيقات، مايكرو كنترولر، إذا أنت بدك تعمل روبوت بدك تبني embedded application، بسموها تطبيقات الدفينة اللي هي إيش؟ تشتغل مباشرة مع هاردوير. النوع الثاني من الكايند الثاني من الماشين كود augmented. ايش يعني augmented يا شباب؟
ايش يعني augmented بالعربي؟ augmented يعني معزز صح؟ التطبيقات المعززة. ايش يعني معزز؟ يعني الكود اللي بيطلع فيه معزز، يعني فيه ميكس، فيه instructions تابعة للinstruction set تبع البروسيسور، وفيه instructions بتعمل call للروتينز للايبراري، library تابعة لنظام التشغيل او library تابعة للرن تايم تاع اللانجوج نفسها، يعني APIs. تمام؟ واضح يا شباب؟ إذا كان المشين كود في كول للايبراريز، تمام، ما بسميه بيور مشين كود، بسميه augmented. فهون بكون عندي mix of pure instruction وإيش وكول للايبراري. أوكي؟ النوع الثالث اللي هو virtual machine code. لاحظ ال virtual machine code يعني كل الكود الموجود عندي ما في pure instructions، كله بيحتوي على إيش؟ على calling the library. واضح؟ يعني تخيلوا أنا عندي ثلاث أنواع، نوع كله pure، نوع mix اللي هو augmented، والنوع الثالث كله كول للايبراري، ما بيحتوي على ايش؟ على instructions تبع البروسيسورز. ايش نسميه؟ virtual machine code. ايش يعني virtual machine يا شباب؟ ماكينة افتراضية هي عبارة عن hardware زائد software. تمام؟ هذا software بغلب في الهاردوير، بصير كأنه هو المشين. يعني أنت فعلياً بتكتب كود لسبيسيفيكيشن هيتنفذ على سوفتوير، ما هيتنفذ على هاردوير. هذا السوفتوير هو البروسيسر تبعك. بالنسبة لك الانستركشن سيت اللي أنت هتكتب فيها، هاي الانستركشن سيت تابعة لمين؟ للفيرتشوال مشين. واضح؟ يعني على سبيل المثال لو أنا بدي أكتب كود لبروسيسر انتل معين، بروح اشوف ايش الانستركشن سيت تبع هذا الفيرجن تبع البروسيسور، بيزد عليه اكتب، لو انا بكتب مباشره اسمبلي كود. هون الفيرتشوال ماشين نفسها بكون لها ايش؟ انستركشن سيت. فانت بتكتب بانستركشن تابع للانستركشن سيت تبع الفيرتشوال ماشين. مثال عليه الفي ام تاع الجافا، جافا فيرتشوال ماشين تخيلها انها عباره عن بروسيسور، لها انستركشن سيت، تمام، والكود بيكون مكتوب بسبيسيفيكيشن تابع لهاي الجافا فيرتشوال ماشين. طيب اوكي، هلا الجافا فيرتشوال ماشين عشان تعمل تنفيذ للبرنامج تبعك بتروح بتحوله لانستركشن سيت بيز على البروسيسور اللي هي نازله عليه. شباب واضح اللي انا عم بحكي فيه؟ تمام. هون الكومبايلر بنشئ لي virtual machine code that is composed entirely of virtual machine instructions. يعني تخيلوا صار عندي أنا pure machine code. Augmented machine code and virtual. Machine code. The pure كلها عبارة عن إيش؟ Only have okay instructions
from instruction set of processor. هون في ميكس عندي بكون في عندي instruction set of processor وفي عندي ايش virtual instruction. طبعا الفيرتشوال انستراكشن اما بتكون انستراكشن تابع للاو اس او انستراكشن تابع للران تايم. هون الفيرتشوال ماشين كود اونلي فيرتشوال انستراكشن. إذن هاي نسميها الكايند أو التايبس الكايند أوف ماشين كود. أنا بصنف الكومبايلر بيزد على نوع الماشين كود اللي بيطلع لي إياه.